بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث تكسوكم في التلمام هي دولة مقوم مال السقومي مادان قري قريا إلهي كمدة يقول ربي قد حصية أدى ستاس الدعضب نبغة المامي عليه الصلاة والسلام إن الله ملائكتي سيسوي الدكتور هريرة يسوي جمع عاصي يعني وامال نحريسي الرحمة يكترته إلهينا إلقارك وإيوه وكي حديثك كالت المامي يسرى صحيحة تدك مسلمين تاهي هذا مال سوي ما دام قوم با مال سوي من إلهي حصي ملائكتا إلهي أصول دراء حي قبنيا والله الشيقا سوى ربيك سبحانه وتعالى أخيرا با إلهي هذا مرخاتك أنه قد دمي قد نافه وكسال إلهي يا ربي وحكو شيرا نين سوى حاج باهي كلا دنك لأيمي يعانو إمان نين ذكرها يحسك أنه قيب الله إلهي سبحانه وتعالى وحوت المامين قوم لا يشقى بهم جليسهم ودول عند الله فرد دانا أنا يقول در ريسانين هذا إنه إنت نشغل نمي أو يشغل نمي إنه إلهي حصوصنا سبحانه وتعالى دين تينا وحسك الشيقنا وحين قران كرنو وحكو أغانو وحن رجينا إن يدونين إنه هكاكي سنو سر ربينا وقدره وقت المام يا قوم لا يشقى بهم جليسهم كوا إلهي دم بغوضة دافة يون حريصان أيو أما كوا لقت المام يا حفتهم الملائكة وملائكته وغشيتهم الرحمة ونبي قت المام يا إن ملائكته هريرين يسو إن إلهي نحريستي سرين كوب يسو مركا هلود دالو ما لها إلهي الذكر جيسا يحسكي سي ويندي سي هي عبادة ديسة هي هذا الهين تيسة اللغاية عصر قدام بدتك وحيابك الولدك تاقع ان ديو حنان اركا هي الدتك مقالة مساسة إلا اللي يرونه طاهي اللباء وضيبان دخول حركة يابانو ماليني انت كالين وعمدها عرقو لما اركا ان الدار اللي يرون النقطان إلهي نحوستان إلهي ولع الجباب النبي قلت المامي شاب لا صبوة له ويل أنكف كف لهين ويل طريقة توسكا هي أنكف كف لهين ربي بلع الجبال غت المامية إذن وحمد الله هل كان كسي وضع إلهنا سبحانه وتعالى حق هين غصقو هين قرطسيو كوي تشتكي النبي محمد راعة عليه الصلاة والسلام هي أنت الرالي كي هي تشتكودي إلهي نقوض أيها الله السلام عليكم ورحمة الله